بعد كده يا جماعه ان شاء الله على مرحله اللي هي ما بعد عمليه التحبيس، وان احنا بننزل ونخلي الشتله توصل للعمر الافتراضي اللي احنا عايزين نبدا نشتغل عليها بعد عمليه القصر والتحبيس. هيكلمنا الاستاذ ياسر على عمليه، وهو طبعا فني متخصص في عمليه الايه انتاج الشتلات. اتفضل يا باشمهندس ياسر. دي مرحله بعد القرض بتكون كبرت العين ارتفاع 20 سنتي. بتكون لازم في الوقت ده لازم تفكك عنها البلاستيك. حلو. ده بعد قد ايه من عمليه الاطعام يا ياسر؟ ده حوالي شهر ونص كده. يعني 45 يوم تكون العصاره اشتغلت والعين حضرت. العين تكون ارتفاعها 20 سنتي. حلو جدا. يعني العين نفسها كبرت بقت 20 سنتي. لازم تتفكك عنها عشان خاطر تاخد راحتها وتنزل البراعم اللي هي السرطانات من العروق الاصل. حلو. وتنظف كل حاجه ويبدا العين تاخد راحتها في القصر. كويس. لما بتكبر العين بتنك بتوليها بقى بالتسميد والكلام ده والرش، واهم حاجه الرش عشان مرحله العنكبوت والكلام ده كله بتنظفها من كل الامراض بحيث تكبر العين معاك بسرعه. حلو. مسافه بالظبط شهرين ثلاثه بتبدا مرحله البيع على طول. حلو جدا. وتكون كده تمت باذن الله. طيب هسالك سؤال متخصص شويه، التسميد بتاعنا بيكون عباره عن ايه في الفتره دي؟ التسميد في المرحله اللي بعد الطعم مباشره بتكون 19 او 2020. 19 او 2020. او بعد وبعديها على طول مسافه بالظبط 15 يوم بتبدا تسميد نطرات الكالسيوم او نطرات النرويجي او نطرات ابوير العاديه. طيب وبالنسبه للمبيدات بتشتغل بمبيدات ايه، اصناف ايه عشان تركز على الافات اللي بتيجي في الفضاء المرحله دي؟ المرحله الاولانيه اهم شيء العنكبوت اللي هو الفرتمك. حلو جدا. الفرتمك في مرحله بعد الطعمه مباشره بمسافه 20 يوم. طيب يعني احنا هنرش مسافه ما تقرب بالظبط. حلو. تروي الرايه الاولانيه تبدا رش على طول فوري. حلو جدا. العنكبوت لان العنكبوت بيبدا على الحاجه الضعيفه. حلو. السبات ضعيفة. وطبعا احنا عارفين ان الموالح والحمضيات بشكل عام هي ملاذ للعنكبوت. وفي حاجه فطري ثاني بترشها اللي هو بيت الانفاق. ايوه. فرتيميك برضه ده يعتبر اقوى شيء بيموت كل الافات دي. شكرا جزيلا ليك، تعبناك جدا. شكرا جزيلا.